يوم الجمعة في تاريخ 4/7/2014، وأنا بشتغل في عادتي اليومية، بشتغل في زراعة وبقوم بسقاي ورش زراعة عندي. تم استهدافي من قناص إسرائيلي. قدمت للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يتدخل بشكل قانوني لأني محتاج للعلاج في مستشفى المقاصد الخيرية، وجرد أني أنا مرفوض أمنيا وأن أنا مسموح للسفر للعلاج للأردن لمرة واحدة فقط. بقدرش أتعالج في الأردن، فيش تغطية مالية للأردن، سفرت على الأردن كان مرفوض أمنيا، فأنا لا أشكل أي خطر علي جهة.